بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله ومياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى عدد من الإجابات من فضيلة الشيخ، أولها عن سؤال للمستمع عبد العزيز إبراهيم أبو حامد، يسأل: من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم محبتهم؟ أهي واجبة أم سنة؟ ثم يسأل عن حكم كتابة التمائم وتعليقها. بعد ذلك يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة لمستمع من الجزائر، يسأل في أولها عن المصافحة باستمرار، ثم يسأل عما يقدمه المسبوق إذا دخل المسجد، هل يصلي الفريضة أم النافلة؟ ثم يسأل عن مدة المسح للمقيم، وفي آخر أسئلته يسأل عن الحالات التي يخرج بها المصلي من الجماعة وكيف يعود إلى الجماعة ومتى. بعد ذلك أسئلة من المرسل باء حاء من الرياض، يسأل عن الفتح على الإمام، ثم يسأل عن الجلوس بعد الفجر في المصلى، ثم يسأل عن دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وحكم قوله قبل تكبيرة الإحرام. وفي آخر أسئلته يسأل عن وساوس تراوده ويطلب من الشيخ التوجيه في ذلك. ثم سؤال من المستمع أحمد بن موسى الفالح، مستمع من سوريا مقيم بالكويت، يسأل عن الصلاة ليلة الزفاف. بعد ذلك سؤالان بل ثلاثة أسئلة للمرسلة قاف حاء من الجوف، تسأل عن ثوب الشهرة وعن قتل الثعابين في البيوت وعن حديث 70,000 يدخلون الجنة، ثم سؤال رابع عن اشتراط الطهارة للطواف. ثم سؤالان للمستمع ميم من وادي الدواسر عن صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء، ثم عن صلاة الرجل في بيته. وآخر أسئلة هذه الحلقة من المرسل ميم عين ميم من الرياض، يسأل في أولها عن النفقة على الزوجة العاملة، وفي آخرها يسأل عن حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع ألف عين من الرياض، يقول في سؤاله الأول: من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم محبتهم؟ هل هي واجبة أم سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته، لأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخلعن بالقول الآيات، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته من أبناء عمه، أبناء العباس وأبناء أبي طالب، فهؤلاء يدخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من أفضل أهل البيت. نعم. يقول: ما حكم محبتهم؟ هل هي واجبة أم سنة؟ محبتهم واجبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم واعتقاد فضيلتهم على غيرهم، كل ذلك واجب ومن حقوقهم على المسلمين، وذلك داخل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حقه صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وتوقيرهم واحترامهم، لكن من غير غلو ومن غير إفراط، كمن يعتقدون في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل كما تفعله الفرق الضالة، أو أن لهم حق التشريع ونسخ ما يريدون من الشرع كما يعتقده غلاة الشيعة، كل هذا من الأمور الباطلة، أو أن الله خصهم بشيء دون الأمة، خصهم بعلم دون الأمة، كل هذه اعتقادات باطلة. وكذلك كون الإنسان الذي يدعي
أنه من أهل البيت يترك العمل ويظن أن قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيه عن العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك بقوله: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا. فلا يكفي مجرد القرابة والانتساب لبيت الرسول بدون عمل صالح وبدون استقامة على دين الله عز وجل. نعم. سلام الله عليكم. في سؤال آخر يقول: ما حكم كتابة التمائم وتعليقها؟ إذا كانت التمائم من غير القرآن ومن غير الأدعية الشرعية فلا يجوز تعليقها بالإجماع، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وإذا كانت تشتمل على شرك كدعاء غير الله فإنها شرك أكبر. وأما إن كانت التمائم من القرآن أو من الأدعية الشرعية فقد اختلف العلماء في تعليقها على الأبدان للاستشفاء بها، فمنهم من منع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم نهيا مطلقا لم يستثني شيئا، ومن العلماء من أجاز ذلك لأن هذا داخل في الاستشفاء بالقرآن وبالرقية الشرعية، ولكن الصحيح الأول أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا لا من القرآن ولا من غير القرآن. نعم. سلام الله عليكم. هذا مستمع من الجزائر بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل تجوز المصافحة باستمرار مثل عند انتقاء الإخوة في المسجد ثم بعد الفراغ من الصلاة ونحو ذلك؟ لا يجوز تكرار المصافحة إلا إذا حصلت مفارقة، إذا التقيا وصافح أحدهم الآخر ثم تفارقا ثم التقيا مرة ثانية فلا بأس بالمصافحة أو تكون مستحبة، أما إذا كان جميعا ولم يفترقا فلا تكرار للمصافحة ولا داعي لذلك. نعم. لو هذه الصورة مسائل كثيرة إن شاء الله، حينما ينفتل الإمام صلاته يبادل أهل وسط المسجد: السلام عليكم، مساك الله بالخير، هذا من ذاك؟ إذا لم يكن سلم عليه ولا لقيه لا بأس، أما إذا كان قد سلم عليه ولقيه فلا تخصيص لما بعد الصلاة. نعم. يقول في سؤال آخر: عند دخول المصلي للمسجد يجد المصلين أحيانا قد فرغوا من الصلاة، فهل يصلي مباشرة صلاة الفريضة أم يصلي قبلها ركعتي تحية المسجد؟ إن كان ينتظر الجماعة أو يظن يعني أنه ينتظر وإن صلى ركعتين نافلة في الانتظار من سيأتي فهذا أحسن، أما إذا كان لا يرجو قدوم أحد ولا يعلم أن هناك من سيأتي فإنه يبادر بالصلاة وتكفي عن تحية المسجد. نعم. السلام عليكم. في سؤال قبل الأخير يقول: ما المدة التي ينقضي بها المسح على الخفين للمقيم؟ فعندما أمسح في الظهر مثلا متى تنقضي مدة المسح؟ مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث إلى مثل ذلك الوقت، فبالبداية الصحيح أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث إلى مثل ذلك الوقت من الغد 24 ساعة. نعم، هذا للمقيم، يوم وليلة للمقيم 24 ساعة، والبداية من أول مسح بعد الحدث. نعم. السلام عليكم. بآخر أسئلته يقول: ما الحالات التي يخرج منها المصلي مباشرة من صلاة الجماعة وكيف يعود إلى الجماعة؟ وإذا كانت الصلاة لم تزل قائمة هل يدخل مباشرة أم يكبر؟ ما الحالات التي يخرج منها المصلي مباشرة من صلاة الجماعة وكيف يعود إلى الجماعة؟ الحالات التي يخرج منها الإنسان من الصلاة الجماعة أو غير الجماعة، كما لو حصل مفتل من مفتلات الصلاة، كأن حصل منه ناقض من نواقض الوضوء وتيقن ذلك فإنه ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا حصل منه ناقض من نواقض الوضوء بيقين فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، إن أدرك الجماعة لم يفرغوا من الصلاة دخل معهم، وإلا فإنه يبدأ الصلاة من جديد. وكذلك يخرج من صلاة الجماعة إذا عرض له عارض، يقتضي قطع الصلاة، كما لو رأى إنسانا يخشى عليه من الوقوع في هلكة، كأن يرى ضريرا يخشى عليه أن يقع في بئر أو في نار، فإنه يقطع الصلاة ليخلصه من هذه الهلكة، أو يقع إنسان في ماء ويخشى عليه من الغرق فإنه يقطع الصلاة وينقذه، لأن هذه حالة إسعافية ضرورية.
وكذلك لو عرض له عارض لا يمكنه من الاستمرار مع الجماعة فإنه ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويذهب إلى حاجته، كما فعل الصحابي الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأطال معاذ رضي الله عنه الصلاة وكان لهذا الرجل حاجة تستدعي المبادرة، فنوى الانفراد وأكمل صلاته وذهب إلى حاجته وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. نعم. صلى الله عليه. يقول أيضا إذا كانت الصلاة لم تزل قائمة هل يدخل مباشرة أم يكبر؟ لا بد من الدخول بنية وتكبير من جديد، تكبير للإحرام من جديد. نعم. السلام الله عليكم. هذا مستمع رمز اسمه بالحروف باء حاء من السعودية، يقول فضيلة الشيخ أنا أصلي خلف إمام حافظ لكتاب الله في صلاة التراويح وفي غيرها من الصلوات الجهرية، وربما أفتح عليه إذا أخطأ، فيقول الإمام لا تفتح علي في الكلمات القصيرة مثل لكن والصحيح كانوا ومثل ترجعون والصحيح يرجعون ونحو ذلك، وكذلك الحركات فقد يضم وقد يكسر ويفتح في غير المواضع المناسبة، فهل أوافقه على ذلك أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا أغلق على الإمام في القراءة ولم يدري ما الآية أو ما الكلمة التي أمامه فإنك تفتح عليه بذلك، إذا توقف وأغلق عليه ولا يدري ما الكلمة أو الآية التي يريد قراءتها، ففي هذه الحالة تفتح عليه بالآية أو بالكلمة حتى يستمر في القراءة. أما تعديل اللحن وتعديل فهذا غير مناسب في الصلاة، لأنه يحصل تشويش ويحصل ربما يحصل للإمام أيضا ارتباك، لكن إذا سلم من الصلاة فإنك تنبهه على هذه الأخطاء ليتجنبها في المستقبل. وإن صلى بها وهو يخطئ أو يلحن بها؟ اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، أما اللحن الذي يحيل المعنى فإنه يبطل الصلاة. يقول في سؤال آخر الحديث الذي ورد في فضل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل المصلي إذا صلى له أن يغير مكانه ويبقى في معنى الحديث أو لا بد أن يكون في مكانه لا يغيره؟ ظاهر الحديث أنه يبقى في مكانه ولا يغيره إلا إذا دعت حاجة إلى تغييره فإنه يغيره، أما إذا لم تدعو حاجة فالأفضل أن يبقى فيه لأنه مكان عبادة، ولأن ظاهر الحديث أنه يبقى في مكانه إلى أن يؤدي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في الذكر صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس. نعم. حتى يكون عمله متواصلا في مكان واحد. نعم. سلام الله عليك. في سؤاله قبل الأخير يقول ما حكم من يقول قبل تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هل هو وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ما وجهه؟ هذا لا يقال قبل تكبيرة الإحرام، قوله قبل تكبيرة الإحرام بدعة، وإنما يقال بعد تكبيرة الإحرام، هذا نوع من أنواع الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا نوع من أنواع الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام. هل هناك شيء خاص يقال قبل تكبيرة الإحرام؟ لا يقال شيء قبل تكبيرة الإحرام، شيء معين ويداوم عليه لا يجوز هذا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. بآخر أسئلته المرسل باحة يقول هناك وساوس تراودني بعض الأحيان وتكون قدحا في عقيدتي الصحيحة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس ولا تتأثر بها، واعتبرها لغوا وغير موجودة وستذهب عنك بإذن الله، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان والله جل وعلا يعينك على تركها. نعم. أحيانا الموسوس الشيخ إذا قلنا ندع هذا كيف له أن يدع؟ ربما لا يستطيع. يدعه لا يتأثر به ولا يلتفت إليه ولا يفكر فيه ويعتبر كأنه غير موجود. جزاكم الله خيرا. المستمع من سوريا مقيم بالكويت أحمد بن موسى الفالح يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هل من السنة أن يصلي الشاب ركعتين ليلة زفافه قبل دخوله بزوجته؟ وإذا كان يسن له ذلك فماذا يقول فيهما من دعاء أفتوني مشكورين مأجورين؟ نعم، ورد عن السلف أنه إذا دخل ما ليس قبل الدخول وإنما إذا دخل وخلى بزوجته يصلي ركعتين
ركعتين لما في ذلك من العبادة وشكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدعو بأن يصلح الله شأنه ويصلح هذه الزوجة ويجعلها مباركة عليه، إذا فعل هذا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة قاف حاء من الجوف بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: ما ثوب الشهرة الذي من لبسه في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة بالآخرة، وهل ما تلبسه العروس أمام النساء فقط لمدة قصيرة يدخل في ذلك اللباس؟ لباس الشهرة هو اللباس المخالف لما عليه أهل البلد من نساء ورجال، فالمرأة تلبس ما يلبسه النساء في بلدها وفي مجتمعها، والرجل يلبس ما يلبسه الرجال في مجتمعه وفي بلده، فإن خالف ذلك ولبس لباسا أجنبيا مخالفا لما عليه عرف أهل البلد فإن ذلك هو لباس الشهرة المتوعد عليه. نعم. وكذلك ليلة الزفاف المرأة تلبس ما تلبسه النساء في هذا البلد ونساء بلدها ليلة الزفاف، ولا تأتي بموضة مخالفة لما تعمله العرائس في هذا البلد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: هل يجوز قتل الثعابين التي توجد في البيوت دون استئذانها؟ دون إنذارها. الثعابين التي توجد في البيوت تنذر، فإن ارتحلت وانكفت الحمد لله، وإن استمرت على الأذى فإنها تقتل لأنها مؤذية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. نعم. لما فيها من الأذى والتخويف والترويع، لكن إذا كانت من جنان البيوت أو جنان البيوت فإنها تنذر، لأنه يخشى أن تكون من الجن، فتنذر بالرحيل، فإن استمرت ولم ترحل وصار منها هذا فإنها تقتل دفعا لأذاها. نعم. ما يقول في إنذارها؟ يقول لها: انصرفي، ابتعدي عنا، إلى غير ذلك. نعم. في سؤالها قبل الأخير تقول: من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب الذين لا يكتوون، فماذا يفعل المؤمن إذا كان الكي ضروريا له عند مرضه؟ وهل إذا اكتوى وهو متوكل يبقى مرجوة من 70 الذين يدخلون الجنة؟ الكي جائز، وهو نوع من أنواع العلاج، هو جائز لا بأس به، ولكن الأفضل تركه لما فيه من التعذيب بالنار، فالأفضل تركه، ولكن لو فعله فقد فعل أمرا جائزا لا بأس به، وتركه يكون من تمام التوكل، من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن المقربين هم الذين يتركون المحرمات والمكروهات، وبعض المباحات، يتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات تورعا، ويفعلون الواجبات ويفعلون المستحبات، هؤلاء هم المقربون، ترك الكي هو من هذا، من ترك المكروهات. نعم. تقول: وإذا فعل وهو متوكل يبقى مرجوا من 70 إذا فعل اكتواء؟ ظاهر الحديث أنه لا يكون من 70، لأنه لا يكون من المقربين، قد يكون من الأبرار أو يكون من دونهم. نعم. لأن المسلمين طبقات: المقربون والأبرار ثم سائر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: هل يشترط لطواف الزيارة طهارة؟ وماذا يفعل من طاف على غير وضوء؟ كل الطواف تشترط له الطهارة، لأنه عبادة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، لم يحفظ عنه أنه طاف على غير وضوء، قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، فقوله حتى تطهري هذا دليل على اشتراط الطهارة للطواف. ولما حاضت صفية بعد إكمالها الحج ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أحابستنا هي؟ ظن منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فلما قالوا له إنها قد أفاضت يا رسول الله قال: فانفري إذا، يعني سافري، وأسقط عنها طواف الوداع مع فضل طواف الوداع. فلو كان طواف المرأة أو طواف غير فلو كان الطواف على غير طهارة جائزا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم منه الحائط، قال لها طوفي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم من وادي الدواسر، يقول:
أدركت الإمام يصلي العشاء فدخلت معه بنية المغرب نظراً لأنني لم أصلي المغرب من قبل، وعندما نهض ليأتي بالركعة الرابعة نويت الانفصال عنه وتشهدت التشهد الأخير ثم سلمت. نعم السؤال يقول أدركت الإمام يصلي العشاء فدخلت معه بنية المغرب نظراً لأنني لم أصلي المغرب من قبل، وعندما نهض الإمام ليأتي بالركعة الرابعة نويت الانفصال عنه وتشهدت التشهد الأخير ثم سلم، فما الحكم والحال ما ذكر؟ وهل الأفضل ما فعلت أم أن أنتظر حتى يأتي الإمام بالركعة الرابعة ثم التشهد والسلام معه؟ ما فعلته لا بأس به، أنك جلست تركت الرابعة وتشهدت وسلمت لنفسك، ولو تشهدت التشهد الأخير وانتظرت حتى يسلم الإمام فتسلم معه فلا بأس أيضا، ولكن مع هذا كلها الأفضل أن تصلي المغرب قبل العشاء، أن تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة مثلك لم يصلوا المغرب ثم تصلي مع الجماعة ما بقي من العشاء، هذا هو الأفضل والأحوط. نعم شابكم الله. في سؤال آخر يقول ما حكم صلاة الرجل في بيته خاصة الرواتب والسنن وما الأصل في ذلك؟ صلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من صلاتها في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ليس فيها صلاة، لأن الصلاة تنور البيت تطرد الشيطان، فالصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد، وأيضا في ذلك إبعاد عن الرياء وإخفاء للعمل. أما صلاة الفريضة صلاة الفريضة لا بد أن تكون مع الجماعة في المسجد، هذا واجب، كذلك صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه الصلوات تشرع لها الجماعة، يصليها مع الجماعة. نعم أحسن الله إليكم. المرسل ميم عين ميم من الرياض يقول ما حكم النفقة والسكنة للزوجة الثانية إذا كانت عاملة، وهل للزوج أن يمتنع عن تسديد إيجار البيت والفواتير ونحو ذلك بحجة أن زوجته الثانية عاملة ولها راتب؟ الأصل وجوب نفقة الزوجة والسكنة كناها وكسوتها على الزوج، هذا هو الأصل، فإن شرط عليها عند عقد النكاح أن تنفق على نفسها أو أن تدفع أجار البيت فالمسلمون على شروطه فله ذلك، لكن إذا لم يشترط عليها فإنها تجب عليه نفقتها ولو كانت عندها أموال طائلة أو رواتب ضخمة فإن نفقتها على الزوج. نعم يقول أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وبيان كيفية العدل بين الزوجات حفظكم الله. العدل بين الزوجات بما يمكن فيه العدل، وهو السكنة والنفقة والكسوة والمبيت، هذه يجب العدل فيها لأنه يمكن العدل فيها، أما العدل في المحبة فهذا لا يستطيعه الإنسان لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحمله حب بعض زوجاته أكثر من غيرها على الحيف، على الحيف معها والجور على الأخريات، لا يجوز هذا. نعم سن الله إليكم. في سؤال الآخر يقول ورد في صحيح مسلم حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله، ما معنى هذا الحديث؟ وهل هو مخصوص بزمن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك أثاركم. الحديث صحيح ومعناه أن البيت الذي يخلو من التمر يصاب أهله بالجوع، لأن التمر غذاء جاهز يسهل تناوله في أي وقت ولا سيما للجائع، خلاف غيره من الأغذية فإنه يحتاج إلى إصلاح وإلى إعداد وربما يطول الانتظار على الجائع والمحتاج للأكل. نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا الكرام تفضل بالجواب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب وشكر لكم حسن استماعكم، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.